إذا مشاهدينا، فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ يقوم بجولات تفقدية في منطقة أبها بعد موجة الأمطار الماضية، حيث ساند غوث الجهات الحكومية في إنقاذ العالقين وكذلك المحتجزين نتيجة للسيول. طبعا استعد لذلك بسيارات دفع رباعي مجهزة ومعدات إنقاذ جبلية ومائية، حيث ساهم الفريق بشكل كبير في إنقاذ العديد من المحتجزين في الطريق وإخراجهم من السيول التي جرفت بشكل كثيف وجرت في وسط طريق الملك عبد العزيز. وقد تم إنقاذ أكثر من 20 سيارة محتجزة بمن فيها، وذلك بعد أن شهدت مدينة أبها الأمطار الغزيرة في ظل سوء تصريف لبعض الطرق والأحياء. خالد، نموذج مثل فريق غوث هو نموذج مشرف للعمل التطوعي بصراحة. صحيح. بكوادر بسيطة وبموارد مالية بسيطة، لكن بكوادر مميزة استطاعوا بصراحة أنهم يحدثوا فرق في حالات الأمطار الاحتجاز. خلينا نشوف كيف تفاعل الناس على تويتر مع فريق غوث التطوعي. تفاعل صراحة جميل جدا. أعطونا أول تغريدة يا شباب، وهي تغريدة فريق غوث التطوعي نفسه. قال فريق غوث بالمنطقة الشرقية يباشر الآن حالات المحتجزين في كل من الخبر، الدمام، الثقبة، العزيزية، الظهران. نسأل الله السلامة للجميع. تفاعل جميل مع الناس على تويتر. صحيح، وأيضا يبدو أن حسابهم موثق على تويتر، وهذا يعني من تنظيم العمل. يشكرون في تغريدة أخرى، يشكرون فريق غوث على جهودهم في الإنقاذ وحماهم الله. التغريدة الأخيرة اللي معنا في هذا الموضوع وهي لقائد فريق غوث وهو منصور العاطفي، يقول سعدنا في فريق غوث بزيارة سمو أمير الرياض لمكان تواجد الفريق في منتزه الثمام البري وشكره وثنائه على جهود غوث الإنسانية. صحيح. إذن مشاهدينا الكرام، هذه التغريدات، وطبعا منصور العاطفي هو قائد الفريق، وإحنا مشاهدينا الكرام سلمان معنا الاتصال. نحن نسعد بصراحة أنه نستضيف مثل هذه النماذج المشرفة. معنا الآن على الهاتف قائد فريق غوث السعودي الأستاذ منصور بن ناصر العاطفي. حياك الله أستاذ ناصر. حياكم الله، وأنا سعيد بهذه المداخلة، والشكر موصول لقناة المجد والقائمين عليها على هذه التغطيات الحية والإنسانية. هذا واجبنا وهذا أقل حقنا لكم لناس مميزين بصراحة. حدثنا بشكل سريع عن الحالات في مناطق المملكة المختلفة، أرقام حصلتوا عليها، أرقام حالات. طبعا فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ يحتوي على أكثر من 1400 عضو مؤهل ومدرب، ومعتمد من 10 منظمات دولية ومحلية، ولديه وسام اعتماد وتبني من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن نايف. وإمكانياتنا ولله الحمد تخطت وصف البسيط، فأصبحت احترافية. لدينا مركز يحوي معدات إنقاذ وقوارب وطائرات وسيارات دفع رباعي مخصصة للإنقاذ، نغطي جميع مناطق المملكة سواء الشمالية، الجنوبية، الغربية، الشرقية، الوسطى. وفي هذه اللحظات وأنا أتحدث معكم الزملاء في الخارج يباشرون، الزملاء في الرياض في روضة الخبز يباشرون 8 سيارات منها 3 عوائل، الزملاء في غوث الجنوب يباشرون أيضا. والإحصائية اللي ذكرت 20 هي 20 في مهمة واحدة بس، يعني أنقذ 20 عائلة في خلال ساعتين. كذلك الزملاء في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية لديهم بلاغات ويباشرون بعض البلاغات. طيب، لو ممكن تعطينا أرقام عن من بداية الحالة المطرية في هذا الموسم. طبعا غالبا نحن نسجل الأرقام في نهاية كل يوم. عندنا في المنطقة الوسطى الأيام الثلاثة الماضية وصلت إلى 137 حالة إخلاء وحالة إنقاذ، وغالبا ولله الحمد هي يعني إخلاء أشخاص من أماكن خطر في السيول وإخراج سياراتهم. المنطقة الجنوبية كان فيها حالات عدة لإخراج سيارات وإنقاذ أرواح يعني شارفت على الغرق، والحمد لله الشراكة مستمرة مع القطاعات، مع الشرطة، مع الدفاع المدني، مع حرس الحدود، مع الجهات المعنية بالإنقاذ. ونحن من خلال المنصة نشكر بصراحة جهود القطاع العام في الاستفادة من نماذج مشرفة مثل الفريق. فريق غوث التعاون معها يوفر الكثير من الوقت والجهد، وأيضا يستفيد من طاقات مميزة. إذن نحن نشكر الأستاذ منصور العاطفي، وأنت رئيس فريق غوث، قائد فريق غوث للبحث والإنقاذ، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج أخبارك. بالفعل يستاهلون، ومنها يعني على سبيل المثال أيضا فريق عون تطوعي، وما شاء الله تبارك الله واضح جهودهم، يستاهلون كل الخير. طبعا.